الله. صباح الخير سيد بشير. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اهلي يا ابغالي. شو لسه ما طلع الخبز؟ لا لسه ما طلع. ايه يعني مطول؟ بده شي ساعة ونص. اوف والله كتير. وينك وين لينعجنوا العجينات ويختمروا؟ مطول اخي مطول. يا حق علي، امبارح نمت جوعان، فكرت عندي خبز طلع ما عندي ولا رغيف. ليك ابغالي، بيت النار بده شي ساعتين لا يحمى، فاروق غب لك حصة ورجع. لا حبيبي، لا يرايح ولا يجاي، ميطئ هو. انت حر. عيشوا، عيش يا أبو بشير بهالنعم أنت وأهل حالك. والله لخليكم تقولوا أخ شو عملنا بحالنا. يا لطفية، يا هدى. صباح الخير ابن عمي. لك يسعد لي الصباح، لك يسلم لي هالوش اللي عم ينقط عسل. حضر لك كاسة سفرة ابن عمي. إيه لك أنا أوام، تأخرت على الدكان. إيه على عيني ورأسي. صباح الخير ابن عمي. أهلين لطفية، تعالي قعدي بشقيتي. تعالي. شلون البوبو؟ منيح ابن عمي. عم بيرفي؟ ايه شوي. يا رب يا رب تقومي بالسلامة يا رب. لك يلا يا هدى. يلا عاوزة شي يا أبو؟ سلامتك. وصيلك على الخبز هات من عند عمي بشير. لا يا أمو، اليوم عنا خبز ومن هون لبكرة فرج ورحمة. اللي بدك يا يما. يا مو، شو جاي على بالك تاكل اليوم؟ هي اللي بدك يا. انا رح اعمل لقمه مجدره، ساوي لك شي جنبها. لا يا مو، لا المجدره بتطير العقل، ومع مخللات ام عصام تطلع الاكله بتطير العقل اكثر. ايه مثل ما بدك تقبرني. يلا دعي لي يما. واصلي يا مو، الله معك مهوني، الله يرضى عليك. طولوا بالكم يا شباب، الفروع ياخذ. شو قصه محجوع عندك؟ فران الحارات اللي مشقيتنا مسكره بمرزوق. شو الحكي معناتها؟ في عزمه على الخبز، ليش ما؟ ما عندهم طحين، شو نساوي يعني؟ شو القصة؟ بسيطة بسيطة. أبو بشير ناولني عشر طحين. ما بقدر أعطيك هلا لمشي كل الناس. سيدي الدنيا قايمة قاعدة وصاير أزمة على الخبز. شو هالحكي؟ ليش قامت الحرب يا نوري؟ لا سيدي، بس الفرن تبع حارة أبو النار مسكر وكل الناس جايين عم يشتروا خبزاتهم من حارة الضبع. مصيبة عن جد؟ هلأ الناس راح تفوت ببعضها بدون يفكروا عن جد على الحرب؟ سيدي يمكن تصير حرب بين روسيا وإيطاليا. شو هالحكي؟ غوري بوشك عند أبا بشير، بتجيب لي 20 رغيف خبز بركي طولت الحرب. روح. حاضر. لما روسيا وإيطاليا هنا احنا شو دخلنا؟ اهلين ابو غالب، عنا شايفك. اهلين وحكا، منين جبت الخبزات؟ من حارة الضبع. اوعى تاكل مننا. شو اوعك ما اوعى؟ قصدي الله يصلحك يا ابو الحكم، ليش ما جبتهم من فرن حارتنا؟ يوم ما اشتغل فرن الحاره اللي مشقيتنا متعطل لانه المي مقطوعه والعجان اعطاك عمره. كاني حاسس بطعمه مرار قويه. شو الحكي؟ اي والله يا عقي، هات دوري لشو؟ ذوق اعطيني رايك. بسم الله. اي والله فيهم طعمة مرارة كتير قوية يا رجل. روح رجعوا بحكم، روح. لك شو رجعوا ما رجعوا؟ لما سداد على الله انت اخذتوا الخبزات عم رجعوا الان. اما لو يسكروا الفرن غير اليوم. او تكسر السفرة معنا ابو غاليب. لا دخيلك عقيد. ولشو هي دخيلك؟ قصدي طيب بطني مكت ما اكلت عقيد. وامتى اكلت؟ يعني بدك قوم من نص ساعة عقيد. ما حلك جوع؟ لا راحت معي بكرة الصبح ان شاء الله بليلة. تصطفل عمرك ان شاء الله ما تاكل، بتوفر. مد عقيد، مد مد ايدك. يا بسم الله. شو القصة عم يبزو؟ ليش الناس عم تاخذ نعمنا خبز بكثرة؟ عم يقولوا كل فران الشام مسكرين. اوف وليش بقى؟
عم يقولوا انه بده يصير حرب بين الطليان وروسيا. شو دخلنا نحن؟ لك شو دخلنا؟ هن هيك عم يقولوا. هيك حكي عم يا مرزوق. القانون عم يقول انه بده يصير حرب. روح جيب خبزاتك يلا. سيدي الناس رح تقتل بعض البعض على ما تاخذ خبزاتها. بس ليش خبزات ابو بشير متفقين هالمره؟ سيدي لانه الفران ما عم يلحق. مع انه وائد بيت النار على الاخير مشان يلحق خبز للعالم اللي واقف على باب الفرن. سيدي موري ما بعرف، حاسس الخبز طعمته غريبه هالمره. سيدي لانه هذا ابو بشير ايده، هذا الخبز للحرب بزيك. كل ما بيصير عليه عجقه بيقوم بيطالع الخبز من قفا ايده بشبله شبل. بده عقوبه ما هيك سيدي؟ بدك لا لا يا بني ادم، عم اقول لك الخبز في طعمه غريبه. سيدي والله ماني مستطعم بشي. طبعا مانك مستطعم بشي، ما عمرك مستطعم ولا كان عندك ذوق اساسا. عفوا سيدي، انا ما عندي ذوق بلساني، لانه بزمانه عزمونا على سهره وعشاء وحلو، بتعرف هالشغلات يعني. بالاخير ضيفونا شاي، انا شربت كاسه الشاي مالي عرفان انه سخنه مثل النار سيدي، وقام التدع لساني. من يومها لحد هلا سيدي كل ما باكل او بشرب او اي شيء ما بستطعم ابدا، لا بحلو ولا بحامض ولا بلفان ولا ريان. ولك فهمنا؟ يخرب بيتك شو بتحكي؟ ما هذا قصدي، قصدي انت الخبز طعمته غريبه مو طبيعي، في شيء مو طبيعي. شو هذا؟ ولي شبك اخي؟ راجع لك. شو صار لك شيخ؟ يا عزيز فيك الواحد غليظ، وابعت لي الف ليره انجليز. لحق اذا بتلحق. وين ابو حاتم؟ جاي جاي. اوه اوه يا امي، اوه يا نوري، يا نوري زفت. نعم سيدي. بتروح بتاخذ دورية كبيرة معك على فرن أبو بشير، بتجيب لي لهو فورا. حاضر سيدي. دش حاضر جعطة. أمرك سيدي. قولي ومنين بدي أدين لك مصاري؟ شي حدا من إخواتك من أمك. والله عم لاقيها صعبة. لك لا صعبة ولا شي، شهرين زمان وبرجعهم. طيب ماشي، قديش بدك؟ شي كفي حق عدي بدال اللي سرقت واجرة الدكانة. ماشي الحال، رح حاول. مو تحاولي، بدك تدبري المصاري من تحت الارض، بدي ارجع افتح الدكانة واقف على رجلي من جديد. طيب طيب ماشي، هلا بروح لعند امي وبطلب منها المصاري. الله يرضى عليكي. لك شو بك يا نوري؟ لك قلي شو مساوي؟ هلا بالبخر تعرف حالك. شو في نوري؟ شو في؟ ابو حاتم لا تدخل انت، خليك بيقهوتك على سلك. ها حرك ومشوا لشوف يلا. لك شو صاير؟ هلا بالبخر بيعرف شو صاير. شو عامل يعني؟ شو عامل؟ قبل ما شاغصك على سلك. حاكيني قبل ما تاخذه على المخبر، بدي افهم شو مساوي. قلت لك بالبخر بيعرف شو مساوي. مشان الله يا ابو حاتم، مشان الله دبر لنا اياها. ولا يهمك، امشي انا بدبره. بلينا بلبلوكي. وراي، افتح الباب يا
ايه وشو كمان؟ وقال ابصر شو حاطط بالعجين لحتى الناس صار فيها هيك اخي. معناته لازم نتحرك بسرعه قبل ما ابو جوده تستفرد بابو بشير. معيتك عديد، معيتك. انا رايح شوف شو القصه. وانا معك. الله يخلينا اياك يا رب، الله يوفقك. قدر وضعي يا ابو شهاب، في عندي شكاوى كثيره عليه ما بقدر طالعه من الحبس. ايه خلصنا بقى ابو جوده، تيسرها. شو يعني خلصنا ابو شهاب؟ يعني في حدا مات شي؟ لا ما حدا مات. حدا تآذى؟ كمان لا. معناتها صغيرة قد ما كبرت. حلا برمي، انت طالعه والباقي عندي. بس يا ابو شهاب كانت صعبة على الناس كتير. لا صعبة ولا شي ابو جودات، شبنا فادت كل الناس وما ضرت حدا. بعدين الجسم مثل البيت، كل مدة ومدة بده شطفي. ماشي يا ابو حاتم، تكرم يا ابو شهاب، هالمرة رح سامحه، بس مرة تانية ما رح ارحمه. ها تنذكر ما تنعاد، وانت اللي بقى تفكر فيها كتير، ماتت بأرضها. انت بتأمر ابو شهاب. يا نوري. شو ها؟ شو في؟ ليش عم تاخذ منه هذا عمي؟ هذا كتير قوي، في عندي احسن منه. انا ما عم باخذ منه عمي معتز، هذا لقيته عندي بالفرن. وشو عم يساوي عندك بالفرن؟ شو بيعرفني شو عم يساوي عندي؟ والله وغوشتني. شو في بهالكيس؟ عمي هذا ملح انجليزي. شو؟ ملح انجليزي؟ معلوم عمي معلوم، هذا بياخذوه لتمشاية المعدة وكتير كتير قوي. شو اللي جابوه لعندي على الفرن؟ لكن هذا هو السبب اللي كركب الحارة فوقاني تحتاني. عمي بشير، في واحد من طرفك حاطط الملح الإنجليزي بالعجنة، بقى مين هو؟ بشير؟ نعم يا عمي. هذا الكيس لقيته، شفت حدا حامله فات لعندك على الفرن؟ لا والله يا عمي. تذكر يا عمي تذكر. مين بده يجي لعنا؟ مين؟ ما في غير انا والعجان عم نشتغل يا بي. يعني ما شفت حدا فات لعندكم انتوا عم تعجنوا العجينات؟ بلا بلا يا بي تذكرت، هذا ابو غالب كان عنا الصبح. خلص عرفت مين غريمي يا ابني، عرفته. معقول؟ معقول ابو غالب؟ لك والله والله ايش كان ابو غالب هالقصه؟ لا اسف وقتله نسيح حليب امه فيها. ومني كمان قتله ثانيه وحياتها. اما انا لا، هالمره بدي اقدحه القتله قدام كل اهل حارته لخليه يتربى لهالواطي. لكن عمي ابو بشير يتبهدل بالمخفى؟ بسيطه يا ابو غالب الكلمه، بسيطه. ايه ام غريب امور عجيب، بتفكرني بشغله البيت. بتشوف دميني تمل لي على المضبوط وبتخبرني. انا بامرك عقيد بامرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين ابو بشير. ابو غالب؟ نعم. انا شو مسوي معك شي عاطل حتى بدك تأذيني بين الناس؟ ولا شي ولا شي. لك ليش اذيتني وسويت سمعتي بين الناس؟ ابو بشير شو القصه؟ فهمني لي. قبل ما اقول لك شو القصه يا ابو النار بدي احكي مع ابو غالب كلمتين. هذا الكيس لمين ابو غالب؟ وانا شو بيعرفني لمين هذا الكيس؟ شو القصة بشير؟ القصة ما فيها يا ابو النار، انه ابو غالب ابن حارتك اذاني وحط الملح الانجليزي بالعجينات. شو ابو غالب؟ ومنين طلعت اللي بيقولني يا ابو بشير؟ يعني كل ما صار شغلة بحارتكم تلزوها بحارة ابو النار؟ انت الوحيد اللي فت لعند ابني على الفرن بكير وهو عم يجي العجينات. لا تكذب. ايوه يعني ضروري يكون انا مساويها، ولا لقيت مين تلبسه الدمه بتطلع منها. الله وكيلك يا عقيد ابو النار، الله وكيلك. انا ما دخلني. لك مين حطهم انا؟ شو بيعرفني؟ روح شوف حدا من شغيلتك يا ابو بشير. قبل ما تتهم العالم والناس روح شوف مين غريمك. ما في غيره ابو غالب، هو اللي مساويها يا ابو النار، هو اللي فات لعند ابني على الفرن بكير وبدي اخذ خبز من فرني، هو عم يعجن العجينات. حرام عليك يا ابو شير، خاف الله يدي حسبك يا ابن الامل. اوه كيلك يا عقيد بلغني. يعني انت ما دخلك؟ خلصنا بقى ابو بشير، الزلمه عم يقول لك ما دخل بكل القصه، ليش ما عم تصدقه؟ واحد مثل هاد ما بيتصدق يا ابو النار. لك عم كف بلاك عنا وروح على حارتك، يلا من هون. عم بتقلعني من حارتك يا ابو النار؟ ما مالك افر الزلمه بقى، يلا ماشي. وانا رايح من حارتك. مع السلامه. لك شو هاد؟ ما صبي بوشكم غير ابو النار وحاره ابو النار؟ بده اياها التقليع عقيد. عيب عليهم عيب عليهم والله، كل ما دق الكوز بالجره بيقولوا ابو غالب اللي بحاره العقيد ابو النار. عم بقلبهم.
Hey! Hey!